حدثنا اسماعيل حدثني سليمان عن هشام حاء وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا عن هشام عن عروه عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه اين انا اليوم اين انا غدا استبطاء ليوم عائشه فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي